مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قسم الرياضيات في مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم هذا الفيديو التعليمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف هو حالكم يا أصدقائي الطلاب؟ نكمل يا أبنائي الطلاب الجزء الثاني من درسنا الذي هو مقارنة الأطوال. سنتعلم يا أصدقائي الطلاب من خلال هذا الفيديو كيف نحل مسائل لفظية على المقارنة بين أطوال الأشياء. هيا بنا يا أصدقائي لنبدأ درسنا لهذا اليوم. المثال الأول، لدينا المسألة اللفظية التالية: رسمت علياء مسارا أقصر من المسار الذي رسمته غادة بثمان سنتيمترات. إذا كان طول مسار علياء 19 سنتيمترا، فما طول مسار غادة؟ اكتب جملة عددية. إذن نعيد قراءة المسألة مرة أخرى. هيا اقرأوا معي يا أبنائي الطلاب: رسمت علياء مسارا أقصر من المسار الذي رسمته غادة بثمان سنتيمترات. إذا كان طول مسار علياء 19 سنتيمترا، فما طول مسار غادة؟ اكتب جملة عددية. إذن يا أبنائي الطلاب، لدينا علياء وغادة. علياء وغادة كل منهما رسمت مسارا، ولكن مسار علياء أقصر من المسار الذي رسمته غادة بثمان سنتيمترات. فما طول مسار غادة؟ إذن مسار غادة هو الأطول أم هو الأقصر؟ أحسنت، هو الأطول، لأن علياء مسارها أقصر من المسار الذي رسمته غادة بثمان سنتيمترات، فمسار غادة هو الأطول. بكم يزيد مسار غادة على مسار علياء؟ بكم يزيد؟ أحسنتم، بثمان سنتيمترات، ومسار علياء هو 19 سنتيمترا. موجود لدينا معلوم، ومسار غادة يزيد عن مسار علياء بثمان سنتيمترات. فإذا ما هي العملية التي يجب أن نستعملها لنعرف كم طول مسار غادة؟ هل هي جمع أم طرح يا أبنائي؟ أحسنت، عملية الجمع. عملية الجمع، فإذا نجمع أولا مسار علياء 19 سنتيمترا زائد، بكم يزيد مسار غادة عن مسار علياء؟ أحسنتم، 8. 19 زائد 8 كم يساوي يا أبنائي؟ من يجيب؟ 19 زائد 8 كم يساوي؟ أحسنتم، 27. 27 سنتيمترا. إذن طول مسار غادة 27 سنتيمترا. إذا أردنا التحقق من حلنا أو من حلنا، 27 طول مسار غادة، مسار علياء أقصر بثمانية. فإذا كان مسار غادة 27 أقصر بثمانية، يعني كم؟ يعني نطرح من 27 ثمانية، فكم يكون مسار علياء؟ 19. أحسنتم، فإذا حلنا صحيح. نأتي إلى المثال الثاني، ولدينا أيضا المسألة اللفظية التالية. هيا بنا نقرأها سوية يا أبنائي الطلاب. رسمت نادية
مسارا أطول من المسار الذي رسمته خولة بسبع سنتيمترات. إذا كان طول مسار نادية 15 سنتيمتر، فما طول مسار خولة؟ اكتب جملة عددية. نعيد قراءة المسألة مرة أخرى. ركزوا معي، ركزوا معي يا أبنائي. رسمت نادية مسارا أطول من المسار الذي رسمته خولة بسبع سنتيمترات. إذا نادية مسارها أطول من مسار خولة بسبع سنتيمترات. إذا كان طول مسار نادية 15 سنتيمتر، فما طول مسار خولة؟ اكتب جملة عددية. إذا ما هو المعلوم لدينا؟ معلوم لدينا أن مسار نادية 15، وأن مسار نادية أطول من مسار خولة بسبع سنتيمترات. فما طول مسار خولة؟ مسار خولة هل هو أقصر من مسار نادية بسبعة أم أطول؟ نعيد القراءة. رسمت نادية مسارا أطول من المسار الذي رسمته خولة. إذا نادية مسارها أطول من مسار خولة بسبع سنتيمترات. هذا يعني أن خولة مسارها أقصر من مسار نادية بكم؟ بسبع سنتيمترات. أحسنتم، خولة مسارها أقصر من مسار نادية بسبع سنتيمترات. فمسار نادية 15، ومسار خولة أقصر منه، أقل منه بسبع سنتيمترات. ما هي العملية التي يجب علي استعمالها لحل مسألتنا؟ الطرح. أحسنت، عملية الطرح هي التي يجب علي استعمالها. عملية الطرح. فإذا أولا 15 الذي هو مسار نادية ناقص 7، لأن مسار خولة أقل من مسار نادية بسبعة. فكم يكون الناتج يا أبنائي الطلاب؟ 15 ناقص 7. من يجيب؟ من البطل الذي سيجيب؟ أحسنت، 8. أحسنت، 8 سنتيمترا، 8 سنتيمترا. إذن فيكون طول مسار خولة 8 سنتيمتر. بارك الله فيكم يا أبنائي. الآن يا أبنائي الطلاب، المثال الثالث. هيا بنا لنحل المثال الثالث. نقرأ معا سوية. اكتب أسماء الأشياء الموضحة في الصورة مرتبة من الأطول إلى الأقصر في الفراغات أدناها. لاحظوا معي ما هي الأشياء، ظهرت على يسار الشاشة. نعيد قراءة السؤال أو المسألة. اكتب أسماء الأشياء الموضحة في الصورة مرتبة من الأطول إلى الأقصر في الفراغات أدناه. والفراغات هذه هي 4 فراغات على عدد الأشياء الموجودة لدينا على يسار الشاشة. إذن ركز معي يا بني، ركز معي. نرتب الأشياء من الأطول إلى الأقصر. ماذا يعني هذا؟ يعني أن نبدأ أولا بالأطول، ثم الأقصر منه، ثم الأقصر منه، ثم الأقصر منه، ثم الأقصر شيء الذي هو طوله أقصر شيء. فإذا لدينا الكتاب، الممحاة، القلم، المسطرة. ما هو أطول شيء في هذه الأشياء؟ واضح يا أبنائي الطلاب، ما هو؟ أحسنتم، الكتاب. إذن أولا الكتاب هو أطول الأشياء الموجودة أمامنا. ثاني شيء، أطول شيء الكتاب. من بعدها ما هو أطول من القلم أو المسطرة أو الممحاة؟ ما هو الأطول؟ بقي لدينا 3 أشياء، الممحاة، القلم، المسطرة. ما هو أطول شيء؟ المسطرة. أحسنتم، المسطرة هي أطول من القلم وأطول من الممحاة. بقي لدينا شيئان فقط، وهما القلم والممحاة. ما هو أطول؟ القلم، الممحاة. واضح، أحسنتم، أحسنتم، القلم أطول من الممحاة. أحسنتم. وأخيرا
أقصر شيء موجود بين هذه الأشياء وهو الممحات. أحسنتم، وهو الممحات، بارك الله فيكم. والآن يا أصدقائي الطلاب وصلنا إلى نهاية درسنا وهو الواجب. لدينا الواجب تدريبات رقم 7 و8 صفحة 318. تدريبات رقم 7 و8 صفحة 318. حلوها يا أبنائي الطلاب، ولا تنسوا أيضا الواجب الموجود على البرنامج، يجب عليكم حله بأنفسكم يا أصدقائي. ولا ننسى أيضا الاشتراك بقناة مدرستنا على اليوتيوب، قناة مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، وتفعيل زر الجرس ليصلنا كل جديد من فيديوهات مدرستنا. والآن أدعكم في حفظ الله ورعايته، إلى أن ألقاكم في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.